أنبأتنا عن عمد في داخل عن حقد عن بغي كان يكتنفه وهوى كان يقوده وشيطانا كان راكبه قال بكل صلافة وبكل جرأة لئن وإن لئن لم يخرج إلينا علي لأحرقن الدار بمن فيها أو على من فيها قالوا إن في الدار فاطمة التي يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها فاطمة التي تسر قلب رسول الله بضعته التي أخبرنا عنها يخاطبها من آذاك فقد آذاني من جفاك فقد جفاني احذر أن تغضب الله وتغضب رسول الله لكن كل هذا ما نفع وياه صاحت فاطمة من خلف دارها إني أحرج عليكم أن تدخلوا بيتي بغير إذني لكن مرعوا لذلك ويلي يا ويلي وقفت البضعة داخل الحجرة بالأخمار تندهش جرمتنا شعلت بابنا بنار مينا سبحت ويا الغرب دنهاب يا كرايار عجل ترى يهجمون ما بيهم امروه لكن علي شبيده علي شي يقدر يسوي للزهراء وقد قيدته وصية من أخي وهو القائل لا يأمره بالصبر يا علي كيف بك يا إذا قادوك بحمائل سيفك علي كيف بك إذا يا قادوك في محرابك علي كيف بك إذا هتكت الحرمة فنكس علي رأسه باكيا منتحبا ثم أجاب رسول الله وهو مختنق بعبرته أصبر يا رسول الله اللي تأمرني في حاضر أصبر يا رسول الله قال يا علي بعد هناك ما هو أمار وأدى يا علي وانت مطلوب من عندك أن تصبر على كل هذه الأذية يا علي كيف بك إذا أضرموا بابك بالنار كيف بك إذا ضربوا فاطمة وعصروها بين الباب والجدار كيف بك إذا كسروا ضلعها وأنبتوا المسمار في صدرها وأسقطوها جنينها تصبر على كل ذلك قال نعم أصبر يا رسول الله ويل يا ويل ما جاوب الكرار
بس تجري دموعه هجمة وفتحوا الباب ومن وراء الباب الوديعة والعبد بالباب اتجا وشلت اظن جموعها اوالي حسوا عصرها وغدايت من خلف التلو وفاطمة خرت وصاحت يا فضة بالعجل قوم ادركيني فقد اسقطوا والله ما في احشاي من حيام التفتت اليها فضة اخذتها اسندتها الى صدرها لما افاقيت نظرت حيث كان علي جالس اين علي ويلي تقلها اخذيني يا فضة وحيدري الكرار شوفي خبريه عن حالي وعن ضيم طحت فيه ويلي قالت يا بنت المصطفى يا حيدر ما شوفي يا وقلبه على جمر الغضا لجلج تطور ويلي لو شفت حيال حل علي المشاكل ليث الحروب برقبتي حطا وحماي يمشي بطاعتهم ودمع العين سايل ويلي صاحت تتشيلي القلب فارق سلو فضة ان كان طلعوا بالوصي قوم اطلعيني نسيت العصر بالباب وتسقط جنيني ويلي وقوموا نروح القبر جدكم يا بنيني ارد اخبرايا بعد الدهار بينا يسو وقفت تخاطب رسول الله ابا يا رسول الله هكذا يفعل بحبيبتك ويلي قل ابويا قومك يا ابويا ما عرفوني ما عرفوني شق وصيتي وانكروني انكروني يا ابويا انا ومن البجع عليك منعوني منعوني انا وبر المدينة طايا يا لعاني بويا يا بويا عز عليك يا رسول الله تسمع مثل هذه المصيبة التي حلت بحبيبة قلبك ووضعتك قل ابويا ابويا امر على عبد ضربني ضربني ومن ضربته للقاع ذبني يا ابويا يا ابويا
انكسر قلبه ولا رحمني. يا والله أنا من الناس ما واحد حشى يا أمني ماذا على من شمت غربة أحمد ألا يشايم ما مدى الزمان غوالي. قل للمغيب تحت آيات ماق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي. أبا يا رسول الله صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. نسألك وندعوك بمحمد وآله الطاهرين.